شيخ أنا عندي سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول لما أنا أدخل أصلي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى لقاء جديد عبر ديوان الإفتاء، ونعتذر عن هذا التأخير لأسباب خارج عن إرادة فريق العمل. نرحب كذلك بشيخ الدكتور عبد المحمود يوسف الأستاذ بجامعة أفريقيا العالمية، مرحبا بك يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله الأخ سامي وجميع الإخوة المشاهدين والمستمعين. ننتظر بالتأكيد مشاركات الإخوة والأسئلة والاستفسارات، لكننا نبدأ كما اعتدنا في ديوان الإفتاء بحديث قصير ونختار له في هذه الأمسية الطيبة الواجب نحو الضعفاء. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حالة الضعف من الحالات التي يعني تعتري الإنسان، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فحالة الضعف من الحالات التي قد تعتري الإنسان، ويقدر الله تعالى هذه الحالات لحكم يعلمها الله جل وعلا. قد يكون ذلك ابتلاء لأقوام لرفع درجاتهم، أو من أجل فتح باب الخير لأقوام لينفقوا من أموالهم ويعطفوا فينالوا الحسنات، أو يكون من باب تذكيرنا بنعمة الله تعالى لنشكرها، أو يكون تذكيرا لنا بضعفنا أن الإنسان مخلوق ضعيف حتى لا يتكبر. فمتى ما شعر بشيء من الزهو يتذكر أصله وضعفه وهذه الحالات التي يراها من بعض من البشر فيتعظ ولا يتكبر. وحين نتكلم عن الضعفاء فذلك يشمل عدة أصناف. الضعفاء يشمل أصحاب الضعف المادي كالأرامل واليتامى والفقراء والمديونين، يشمل أصحاب الضعف البدني كالكبار السن والأطفال والمرضى وذوي الإعاقات، ويشمل أصحاب الضعف العقلي والنفسي كالمرضى بالأمراض النفسية والمجنون أو المعتوه أو من وصل مرحلة الخرف. جميع هؤلاء واجبنا نحوهم أن نعطف عليهم وأن نشفق عليهم بالكلام الطيب بحسن المعاملة، أن نعطف عليهم وأن نعينهم ونقمعهم بمالنا وبذلنا وإنفاقنا. لما؟ لأنهم أحوج إلى الشفقة والمساندة من غيرهم، ولأن النفع فيهم أعظم، ما يقدمه الإنسان فنفعه في هؤلاء أعظم من غيرهم، ولأن الأجر أيضا أعظم في الإحسان الذي يقدم إلى الضعفاء والمحتاجين أعظم من غيره. وأيضا من باب أداء الواجب نحو هؤلاء، فالإنسان الذي يقدم الإحسان لهم سيجده عند الله سبحانه وتعالى ويجده في الدنيا والآخرة، والذي يتكبر عليهم أو يزدري منه أو كذا لربما يبتلى بحالهم. فمن قدم الإحسان سيجد الإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. أما من يتعالى عليهم أو يعرض عنهم ولا يقوم بحق فقد يبتلى بمثل حالهم ولا يجد من يعطف عليه، والجزاء من جنس العمل. فواجبنا نحو هذه الشرائح الضعيفة نحو هؤلاء الضعفاء الشفقة عليهم، الرحمة بهم، حسن معاملتهم، إدخال السرور عليهم، تشجيعهم بالكلام الطيب والحسن، مؤازرتهم بالإنفاق والجود والصدقة وبذل المال. فخير إحسان هو الذي يقدم إلى المحتاج وإلى الضعيف. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخر، ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخر، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. بل يقول عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، ويشير بالسبابة والتي تليها، ترغيب في كفالة اليتيم. وثبت في الحديث تلك القصة حيث جاءت امرأة ببنتيها الصغار وطرقت باب رسول الله عليه الصلاة والسلام، باب بيته، تريد العون والمساعدة. وجدت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها امرأة جائعة، بنات جياع. السيدة عائشة لم تجد إلا ثلاثة تمرات،
فأعطتها لهذه المرأة، فأعطت المرأة إحدى البنات تمرة، وأعطت الثانية تمرة وأرادت أن تأكل الثالثة، فاستعطفتها بنتها. أي واحدة من البنات طلبت من أمها أن تعطيه، فشقت التمرة بينهما وذهبت وهي جائعة. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الصنيع الذي أعجب عائشة، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوجب لها بها الجنة، أو حفظها أو منعها أو وقاها بها من النار برحمتها لبناتها الصغار بتمرة جاءت إليها صدقة. والرسول ما أخبرنا بقصة امرأة أو رجل عطف على كلب حيوان من أخس الحيوانات، وجده عطشان يكاد أن يموت من العطش، فعطف عليه وحن لحالة الضعف هذه فسقاه، فشكر الله له وغفر له وأدخله الجنة. إذا كان هذا جزاء من عطف على كلب حيوان بهيم، فكيف من يعطف على إنسان مكرم، إنسان مخلوق مكرم، كيف من عطف على مسلم يشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ وذلك سيدنا الفاروق كان بالليل وهو أمير المؤمنين يحمل الطعام على كتفه وعلى ظهره، يذهب إلى امرأة أم عيال من أجل أن يذهب الجوع عن عياله حين وجدهم يبكون من شدة الجوع، فسلمها الطعام ولم يرجع إلى بيته إلا بعد أن اطمأن إلى أن الطعام قد طبخ والأولاد شبعوا، صاروا فريحين يلعبون بعد أن كانوا يبكوا. نعم، احنا ندي أخواننا اللي بيتابعونا الآن عبر ديوان الإفتاء فرصة للأسئلة والمشاركة والاستفسارات. نعم. وإن كان الموضوع يحتاج إلى مواصلة لكن لضيق زمن البرنامج. مرحبا بكم علي، تفضلي. عليكم السلام والرحمة. مرحبا، عليكم السلام، معكم علي، تفضلي نسمعك. أنا عندي سؤال للشيخ. نعم. والله أنا دي طبعا عندي مشكلة مع زوجي وطلقنا طلقتين. أي ألو، هاي معك سامعينك. أي أنا عندي مشكلة مع زوجي، مطلقنا طلقتين، والطلقة الثالثة دي طبعا مجا بس احترباها يعني طوالي كده، يعني لما نتزوج زوجة الثانية دي قال أنا يعني مهم، قال لا أنا مطلقة. يقول شنو؟ الطلقة الثالثة دي قال لزوجتي أنا مطلقة، لزوجتي الجديدة دي الزوج فوقيها اللي لزوجتي يعني زوجتي الكبيرة دي مطلقة. قال للزوجة الثانية زوجتي الأولى مطلقة؟ قال لا أنا عايز قال من دار الزوج قال أنا مطلقة، قال لا أنا زوجتي مطلقة. وإنتوا كلمكم منو بالكلام ده؟ كلمكم منو؟ أنا مستفسر بإنه يعني الطريقة الثالثة دي يعني وقعت. إنتوا كلمكم الزوج ولا المرة الثانية؟ أنا الزوجة الكبيرة دي، ولما جه الزوج الزوجة الثانية قال لها أنا زوجتي عندي زوجتي مطلقة ثلاثة طلقات. واضح. طيب وهو الزوج طبعا فوقي انا، وانا قاعد نعرف الطلقه دي هل وقعت ولا لا. طيب شكرا لك يا ام علي، وان شاء الله تسمعي من الشيخ. احنا بنقول لكل اخواننا واخواتنا اللي يتابعونا الان عبر طيبه اذاعه وطيبه القناه، انه لما يجوا يتكلموا معنا يتكلموا بالتلفون ويزحوا بعيد من التلفزيون ومن الراديو عشان نسمعهم بوضوح ويخلوا صوتهم واضح وعالي، حتى يستطيع الشيخ انه يسمع السؤال ويترتب من بعد ذلك الاجابه على سماع السؤال. أم علي سؤالة كما سمعت يا شيخنا عن طلاق، الآن يعني هي مطلقة طلقتين لكن زوجها بيقول للزوجة الجديدة إنه يا أخي هذه المرأة الآن مطلقة بالثلاثة. نعم، لذلك أنا سألتها هذا الخبر بالطلاق الثلاث جاءها من من؟ نعم. إذا تكلم الزوج بنفسه قال أنا قد طلقتها، أو كان بحضرته شهود حاضر ذلك، فالطلاق واقع. أما إذا قالت هذا كلام الضرة الثانية فالأمر يحتاج إلى تثبت. نعم. فأحيانا قد تقوله الضرة الأخرى من باب النكاية في المرأة الأولى، أو من باب الحاقة الضرية ونحو ذلك، ولذلك تحتاج أن نتثبت. فإذا تبين أن الرجل قد طلق خلاص الصورة واضحة. نعم. فما نبني فقط على كلام ضرته، وإنما نسأل الزوج هل هو طلق أم لا. نعم. إذا قال يستحسن يسألوا زول من طرفه من هذه من أم علي يعني طرفه، يعني يسأل الزوج نفسه إذا كان يسأل ولي ليها يعني. نعم. يسأل من يهم أمره يعني ما صحيح. تزال هي ذاتها بنفسها عشان ما يكون في شد وجذب وكذا يعني. صحيح، مش أحسن؟ نعم نعم صحيح. طيب إحنا يعني أم علي ما معانا لكن إن شاء الله تكون سمعت الإجابة. نعم، تفضل يا نسيبة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله سامي، مرحبا بك، تفضلي. نعم نسمعك. مثلا لو انا زوال اتفقت مع زول
مش بقول لك الزول بيجي من النميمة ما صح منه؟ نعم. الكلام اللي قال فيك. طيب لو انا اتفقت مع زول قلت له انه الزول ده لو قال فيني حاجة وراي انت وريني، وانا هو قال عنك حاجة وراك انا بوريك. اها. طيب هنا فقط له. تمام. طيب شكرا لك. شكرا لك. معلي ان شاء الله تكون سمعت الاجابه ويذهب يعني من طرفه من نعم. يسال الزوج مش كذا؟ نعم. هذه نعم. بسيطه. نسيب من الصحافه بتقول لو اتفقت يعني مع بعض الناس انه اذا كنا في مجلس وغادرنا ويا اخي بيتكلم فينا بورانا ورونا الكلام، وهي تعرف انه دي يعني كانها تتحرك من انه دي نميمه ولا ما نميمه حتكون يعني. هذا ما صحيح، هذا يعني بحث عن البلاء والشقاء. يعني أنت عافاك الله تعالى وارتاحت الأذن وارتاح البال من سماع كلام ما لي وللناس، كون يجند أشخاص من أجل أن يتجسس ويتصند وينقل إلي كلام الناس فيا وطعنهم فيا، هذا من العذاب الذي ما يطيق الإنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد قال لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتمهم فاثبتوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم نسأل السلامة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه إذا أردنا يقول لا يخبرني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا طيب النفس. ما ترى أحد يقول لي وشاية أو كلام في ولا في أي واحد من الصحابة، لأن ذلك يعكر الضمير ويضيق الصدر ويفتن الناس. نعم. وبالتالي ما ينبغي الإنسان أن يبحث عن كلام الناس فيه. وإذا بعد ذلك جاءه يعني الكلام من غير ما يتقصد تقصي بعدك ينظر في الأمر، لكن أن نطلب من الناس أن يتصنت وينقل لي الأخبار هذه نميمة. الذي ينقلها إلي نميمة، لأن الخبر حينما يؤتى بي إلي قد يحملني على الذهاب إلى الآخر والشجار معه أو الكلام فيه. نعم. فنفس الغرض الذي نهيت النميمة من أجله هو فتنة سيقع لا محالة. نعم. فالإنسان أصلا إذا أراد أن يجاري كلام الناس سيموت غما وهما. من طلب رضا الناس طلب المحال. رضا الناس غاية لا تترك ورضا الله غاية لا تترك، فأدرك ما لا يترك واترك ما لا يدرك كما يقول بعضهم. فما ننصح الأخت أصلا بذلك، بل عليها أن ترتاح ولتعلم أن كل من تطاول عليها أو تكلم فيها بظهر الغيب فإنه يأخذ من حسناته ويهدي إليها. أما أن تذهب فهي تفسد حسناتها وتعكر صفوها. نعم. تفضلي يا عائشة. دار السفر يا شيخ. نعم. أنا كنت متزوجة وزوجي ضربني وقمت طلقت منه، هو أصلا ما كان داير إنه يطلق. نعم. ووديت المحكمة طلقت من المحكمة ديرة. نعم. عارف. الطلقة الكم دي؟ هذه الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ مولانا أصلا قال الطلقة الأولى ساي اللي ضرر لأنه ضربني وعشان كده مولانا طلق. طيب. وأنا وكد اتزوجته ما اتزوجته بإرادتي، أبوي قام هنا قام يجبرني عليه. طيب سؤالك وين؟ أنا ما في أنت سؤال يعني. انت يعني انه انا وديت المحكمه هو اصلا ما داير يطلق وانا وديت المحكمه وطلقت انا. نعم. انت يعني مشيت المحكمه دايره يعاقب فقط يا عائشه على الضرب يعني ما دايره وكان يعني يصل مرحله الطلاق؟ هو ضربني ويعني بخين وبشتي مشان كده انا وديت المحكمه. وسؤالك عن الطلاق ده واقع ولا ما واقع؟ مش كده؟ اي انا لا من شلت القسيمة ذاتي من المحكمة، لكن لا اعرف انه انا كده حل غلطت في حقه ولا. طيب. سمعت السؤال يا شيخنا. نعم. هي اول شيء طبعا الشريعة نهت المرأة ان تطلب الطلاق من غيري بأس. من غيري بأس. وايضا نهت الرجل ان يضرب المرأة من غيري يعني سبب، ليسوا أولئك بخيارهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن يعني اضطر إليه ففي حدود ضيقة وبطريقة يعني معينة لا تكسر عظما ولا تهشم لحما ولا يعني ذلك. طيب الأخت وصلت مع الزوج إلى المحكمة ووقع الطلاق، طبعا الطلاق طلع من المحكمة فالطلاق واقع، حتى وإن لم يكن الزوج
راضيا بالطلاق. نعم. القاضي قراره يعني فوق قرار الزوج، فطلاق صدر من القاضي واقع، لكن نحن ننصح الأخت والزوج إذا كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية أن يعيدوا النظر في تلك المشاكل التي حصلت، وأن يفكروا في المراجعة وبداية حياة جديدة، يعني لعل الله تعالى يرزقهما الوئام والاتفاق وحياة زوجية خالية من المشاكل. هنرجع لسؤال عائشة مرتين، لكن خلينا نأخذ ندى. مرحب. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. عندي سؤال. تفضلي. بس على حق الحضانة، يعني إذا كانت الزوجة مطلقة. نعم. الحضانة يعني لو الزوج طلب الأبناء، يعني هل يعني بالمحكمة بده يعني؟ الأبناء ديل شنو هم؟ ذكور ولا إناث، كبار ولا صغار؟ لازم الموضوع يكون واضح يعني. ده واحدة يعني بنت واحدة، يعني دي بنت واحدة. بنت واحدة هي. عمرها كم؟ عاي. يعني يا دام السنة. تمام، شكرا لك يا ندى، ونسمع الإجابة. لكن أنا دارك أرجع لموضوع عائشة مرة أخرى. نعم. قالت هو يعني كان حتى في خلقه يعني سوء، يعني بيشتم وبيسيء، وصل مرحلة الضرب. نعم. لذلك هي وصلت إلى المحكمة. فأنت يعني كانت نصيحتك اليوم إنه إذا رأوا إنهم يرجعوا إلى بعض يكون أحسن ويكون بينهم وئام. نعم. فكيف الرجوع إلى رجل هكذا حالته يعني؟ وهو من حكم إعطاء الله تعالى للزوجين ثلاثة فرص، جعل الطلاق مرة ومرة الثانية وإلى الثالثة، لأن الطلاق فيه تأديب أحيانا. هذا الطلاق، ولذلك الناس يقولون الطلاق كالموت، بعد الطلاق بيومين ثلاثة أحيانا الزوج راسه يفتح والمرأة راسه يتوزن، وبالتالي أحيانا في بعض الأزواج بعد الطلاق إذا عادوا تعود المياه ليس إلى مجاريها، وإنما تعود إلى مجراها الطبيعي، فتكون حياتهم خيرا مما كانت. بعض الأزواج الطلاق يصلحهم، وبالتالي خلق الزوج الذي كان سيء يستعدل. نعم. عدم صبرها هي عنه أيضا يستعدل ويتوام. وبعض الناس قد لا ينصلح حالهم. نعم. وبالتالي الله تعالى جعل طلاق الأول الثاني، فإذا حصل الثالث هذا يدل على أن هذين الزوجين لا ينصلح الحال. نعم. بينهما. ولذلك أنا يعني قلت لهم إذا في أمل يرجع في للرجوع هو أولى. نعم. ولربما يكون أي واحد راجع نفسه وفكر في حياة أخرى. نعم. احنا ناخذ محمد عشان نرجع تاني لندى. مرحبا يا محمد. الو، السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام، تفضل. الله يخليك. عندي سؤال واحد، هل الصعود او التنفاق حرام؟ محمد ارفع صوتك، انا ما قادر اسمعك كويس. هل الصعود او التنفاق حرام؟ تمام، نسمع ان شاء الله. ندى من حلفة بتسأل عن حق الحضانة لمطلقة وعندها من الأبناء بنت واحدة وعمرها تقريبا سنة، فهل تذهب الحضانة إلى الرجل أم إلى المرأة؟ وهل الحكاية ممكن يكون فيها حكم وكذا يعني؟ هي نعم، من أهم الأشياء التي ينبغي أن ينتبه لها الزوجان التعامل بأخلاق بعد الطلاق، كما كانوا تحت بيت واحد وفي عشرة واحدة. إذا حصل الخلاف ما ينبغي أن يخسر بعضنا بعضا أو أن نفجر في الخصومة. بيننا جنين وبيننا عشرة طويلة وبين النسب بين الطرفين، وزيك الله تعالى يأمرنا أن نتعامل بأخلاق حتى عند الفراق. الله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. إذا حصل فراق ينبغي يعني يتفق الطرفان على وضع هؤلاء الأطفال، وما تبقى الموضوع كيدية، يعني هو أهله وأمه وأخواته يقول ما تخلي البنت له لها، وهي أصلا رفضت أن تبقى معك، لماذا تبقى لها البنت؟ وهي أيضا آلها يقولون أمنعيها، أبوها ما يزورها ولا تذهب إلى أبيها زيارة، ولا ما يصح ذلك. فينبغي أن تكون هناك علاقة بين الطرفين حتى بعد الطلاق، وأهم شيء يحافظ على الأطفال في روح بتاعت وئام إلى أن يعني يحصل الاتفاق بعد ذلك على تبعيات من الأب أو الأم. من ناحية الحكم الشرعي المسألة فيها خلاف وأقوال. نعم. كثيرة بين العلماء، والذي عليه بعض العلماء وأخذ به القانون عندنا هو أن الابن الحضانة للأم إلى أن يبلغ الولد 7 سنين، وإلى أن تبلغ البنت 9 سنين الحضانة للأم. الأطفال في الصغر أولى بهم أمهم، الوالد لا يعني لا يقوى على تربيتهم والعطف، الأم أرأف وأعطف وأحنى.
فالأم أولى بالحضانة في الولد إلى أن يبلغ 7، هذه سن التمييز. يؤمر بعد ذلك بالصلاة ويحسن غسيل ثيابه ونحو ذلك. البنت إلى 9 سنين لهاتين السنتين من أجل أن تعرف الطبخ وشؤون المنزل ونحو ذلك، هذا عندما يحصل تنازع. أما إذا اتفق الزوجان على وضعية معينة الشريعة لا تدخل. طيب بعد 7 و9 إذا حصل تنازع، هنا القاضي ينظر في مصلحة الأطفال، إن رأى أن يبقوا مع يعني أمهم يبقوا مع أمهم يعني، وإن رأى أن يبقوا مع أبيهم يبقوا مع أبوه، فعند التنازع يلجأ إلى القضاء. لكن أحسن ما يصل لمرحلة القضاء أصلا أصلا، وإلا الأقوال في ذلك يعني كثيرة، من العلماء من يقول حدها 7 في الطلاق، من يقول في الولد إلى 7 والبنت إلى 9، ومنهم من يقول الولد إلى أن يبلغ والبنت إلى أن تتزوج. ففي عدة أقوال، لكن ما أخذ بالقانون السوداني هو أوسط هذه الأقوال وأرجعه إن شاء الله. نعم. أخونا محمد من الجزيرة بيسأل عن التنباك صوت، هو داير إجابة، يعني هو بيقول هل هو حلال ولا حرام، يعني ما كأنه يجعل الأمر محدد، داير إجابة واضحة. نعم، الشريعة وضعت لنا قواعد لمعرفة أي شيء يطرأ جديد من الأشياء التي لم تكن موجودة قبل أو ليس فيها نص صريح. إن هذه الضوابط، الضرر إذا غلب على الشيء ضرره صار محرما. الله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، ويقول ولا تقتلوا أنفسكم، والرسول يقول لا ضرر ولا ضرار، والتنباك ضر بشهادة الأطباء ضر، ولذلك هو حرام باتفاق العلماء المعاصرين. ثم ثانيا، الشريعة حلت الطيبات وحرمت الخبائث، وهذا التنباك لو سألنا من يتعاطاه وهو من الطيبات لن يقول بأنه من الطيبات، بل عندما يدخل إلى المسجد يتركه مع نعلاته خارج المسجد، مع النعلات خارج المسجد، وحينما يريد أن يضع السفة لن يقول بسم الله، وحينما يريد أن يلفظها لا يقول الحمد لله. ثم إنه اجتماعيا ليس بالظريف، يعني الآن اجتماعيا نظرة الناس إليه وهو يضع هذه المادة في فمه يعني ليس أمرا مستحسنا. بل في إحدى المواصلات كنت راكبا، وكان بجواري أحد الآباء وعنده الطفل يعني كالقمر، هذا الطفل يعني يعانق والده ويقبله في خده ويقبله في رأسه ويلعب. بعد فترة الوالد أخرج كيس ووضع هذه السفة في فمه، سبحان الله هذا الولد شعر كأنه رأى أسدا، صار مستوحشا من والده وما تحرك ولا قبله ولا لعب إلى أن نزل من المواصلة. قلت له لو تأمل والده فقط في هذا المنظر لترك هذا ترك إن شاء الله الإجابة تكون واضحة. يا محمد من الجزيرة في الصوت، مصطفى تفضل. تفضل يا أم سبأ. مرحبا، تفضلي. نعم، عندي سؤال. اتفضلي، الناس معك. السؤال الأول قبل كده أنا سألت لكن ما عرفت مش الإجابة. طيب أيوه، يلا قلت لكم عندي زوجي جنس يحلف بالطلاق، يحلف لما أقول له أقول له أنا ما قعدت الطلاق. تمام. قلت له لا أنا كده ما بينفع، كل مرة أحلف بالطلاق أنا لا أعرف، قال لا أنا ما قعدت أي طلاق. تمام. وما قال يلا أنت مشيت في النار قعدت 2 سنين جابوني هلا. تمام. يلا لا عارف هنا إذا جاوبني لو حتى أنا ما دارك هل إذا جاوبني عارف لا عارف الإجابة يا شيخنا. تمام. والسؤال الثاني؟ ما في جابوني حتى قاعدة، أي قاعدة معه حتى. طيب والسؤال الثاني؟ لا عارف السؤال. السؤال الثاني يوم سبع. عندي واحدة سألتني السؤال الثاني، في واحدة سألتني قالت لي عند أهلها يلا قال كل ما تمشي لهم ما دارين الجية. ها قالت إذا طرحهم، قلت لا والله أنا بسأل عشان نطبقوش معي بسأليكي. يلا قال الأهل وما مشت هناك يعني بعدين تكون ما هي ولا هنا الأهل الما دارين أهلين. تمام، شكرا لك. نسمع الآن الإجابة. نسمع الإجابة الآن. قال الزوجة كثير الحلف بالطلاق، يعني إلى أن صار بينهم خلاف وهي تركت البيت ثم رجعت مرة أخرى، وبتزعل يعني حكاية الحليفة بالطلاق دي كيف، والطلاق ده ممكن يقع وما يقع وكذا. والله هذه المسألة خاصة أن ذكرت أن الزوج يكثر من ذلك. نعم.
ننصح الأخت بواحد من أمرين. الأمر الأول أن يذهبوا إلى المجمع الفقهي هي وهو هي والزوج، يذهبوا ويسمعوا من الزوج ويسمعوا منها هي من أجل أن تكتمل الصورة. أو الخيار الثاني يتصل الزوج بنفسه، نحن لا ندري ما هي العبارات التي قالها، هل كلها حليفة بالطلاق أم فيها طلاق معلق أو أحيانا طلق عديل وقال أنا ما قاصد، فكثرة حصول الحليف بالطلاق منه أو كثرة ما حصل منه لا نستطيع أن نفتي إلا بعد أن نسمع من الزوج شخصيا أو هي وهو يذهب إلى المجمع الفقهي أو إلى شيخ من المشايخ أو محكمة شرعية أو لأنها قالت في القضارف يعني ليفصل بينهم في الأمر. طيب أحيانا الزوج يقول لك والله تشرب يا شيخنا، عليه الطلاق تتفضل، عليه الطلاق تتغدى كذا يعني، فالحليفة أو الحليفة بالطلاق دي الحليفة بالطلاق الراجح فيها أنها حليفة والمخرج فيها كفارة يمين. طيب الراجع في أقوال كثيرة، في العلماء من يراه طلاق، في من العلماء من يراه شبيه بالمعلق، الراجع أنها حليفة. ولو سألنا الزوج أنت عملت يقول أنا حلفت، وما دام أنه حليف هو عاصي لأنه حلف بغير الله سبحانه وتعالى ويلزم التوبة والاستغفار، لكنها حكمها حكم الحليفة، إن لم ينفذ يلزم كفارة يمين يطعم 10 مساكين، إن كان عاجزا تماما يصوم 3 أيام وليس عليه طلاق. طيب أهلنا اللي بكثر من الحليفة بالطلاق وبالحرام دي برضو حقه الأمر يكون واضح، يعني إحنا في السودان قاعد يقول إحنا مالكية، فلو برضو وضحتها عليهم بصورة أكثر وضوحاً يا شيخنا لكان بعد ما ناخذ تلفون هديلة ونرجع مرة ثانية. تفضل يا هديل. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي شيخ مرعب. تفضلي. أنا والله قبل فترة كنت مع زوجتي الإمارات وجيت منه اللي جا طارق بالثلاثة. صوتك بعيد يا هديل، صوتك بعيد، أنا ما قدرت أسمع. أرفعي صوتك. بالثلاثة أنا عرفت مع زوجتي الإمارات وجيت منه قبل زمن، ولما جيت منه والله طالب بالثلاثة. أها. بعد زمن اتصل علي، وأنا زمان لما كنت صغيرة عمري 3 سنين و4 قدر من كده في زول رشوة أنا ما عارفة حكي فيه. بعد زواج هو قال لي حافظ انه اتبع رتب الشرف، وفي نفس الوقت عارف انه انا عندي غياب وما شفت الدكتور قال لي حامل والطلاق ده صحيح واقف في يعني انت سؤالك انه طلق بالثلاث وانت في حال حمل مش كده؟ ايوه. طيب الله يسلمك خير ان شاء الله. نرجع ل يعني حكايه المذهب المالكي. نعم. نحن لو طبقنا المذهب المالكي نحن في السودان مالكيه. نعم. لو طبقنا المذهب المالكي سيتوقف جميع الناس عن الحليف بالطلاق. ليه؟ اولا المذهب المالكي يقول الحل بالطلاق يمين الفساق اللي هو شنو الفاسق ده شنو يعني الفسق يعني الزور الذي يعني اخل بشيء من الاحكام الشرعيه او الاداب الشرعيه او كانه مرق من الدين، ما نقول كافر بس لكن كان وقع في شيء وقع في شيء كبير من المعاصي الظاهره تجي الفسق. نعم. نمر 2 عندهم من يحل يكثر الحل بالطلاق يؤدب. كيف يؤدب؟ يعني القاضي او الحاكم يعذره حتى يعني ينزجر عن الاستهتار بهذا العقد الغليظ وهذا الميثاق القوي. نمرة 3 عندهم الطلاق واقع، حلفت بالطلاق وقع الطلاق مرة مرتين يعني لو قال له والله تشرب الشاي قال له أنا ماشي ولا ما أشرب الشاي وقع الطلاق عندهم ولا ينفع أنه جاد ولا هازل ولا ما قاصد، حلفت بالطلاق وقع. فلذلك لو طبقنا المذهب المالكي أحسن نقوله اليوم عشان الناس بالذات هذا هو المذهب المالكي يكثر من الحلف بالطلاق عندهم يقع الطلاق وهو يمين الفساق يعتبر يمين الفساق وأنه ينبغي أن يؤدب إذا أكثر منه. ولذلك العلماء الآن لا يفتون بها أو يخففون عن الناس لكثرة البلوى وإلا لو طبقوا لكثير من الناس فارقوا زوجاتهم، فليت الناس يعني يستمعون إلى ذلك. ولذلك الإمام أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة في فقه المالكي لما جاء كتاب الأيمان والنذور أول عبارة افتتح بها قال من كان حالا فليحلف بالله أو ليصمت، وإن حلف بغير الله تعالى قال أثم أو كذا ويلزمه، يعني هو آثم أو يؤدب والطلاق يلزم. دي بداية الكتاب. تمام. فليت الناس يحفظون ألسنتهم يعني، والواحد أحيانا لا يندم إلا بعد ما يطلق، لكن العقد ميثاق قليظ ما يمكن يعظم، واليوم أسرتنا أكثرها طلاق، إما يدل على الخلل الحاصل في المجتمع في كثير من الناس
بالقيام بحق الزوجية وتجنب أسباب الطلاق. مشايخنا قاعد يقول أنتوا النسوان ديل يعني بتستهتروا بموضوع لما تجعلوا الموضوع كله طلاق طلاق الونسة يعني، فده ده الآن موضوع خطير يا شيخ. ما في شك طيب. إنه في استهتار أحيانا من الأزواج وأحيانا برضو في تسرع من النساء، تسرع من الطرفين. بعض النساء هي سبب تافه تستفز الزوج وتصل معه إلى درجة تمسكه من تلابيبها وتصل مع المحكمة وتطلب الطلاق. أم سبا يعني عندها وصية لواحدة تانية كلفتها بأنها قالت لها أهلها ما بيرغبوا في مواصلتهم، يعني هي بتواصلهم ودار تزورهم وكذا، لكن كأنهم يزهدوا في هذه المواصلة وهي بتزهل، يعني لو تركت إنها تصلهم وكذا هل يكون ذلك قطيعة للرحم؟ لا، أولا ليست هي قاطعة للرحم ما دام أنها ليست هي التي يعني تركت صلتهم عن رغبة عنه، إنه هم الذين لا يرغبون، لا نقول قاطع، لكن نقول للأخت هؤلاء الأرحام لا يخرج من واحد من صنفين. الصنف الأول أن لا يكون عندهم أي قضاضة ولا مشكلة ولا عداوات، لكن من النوع الذي بطبيعته لا يصل الناس. هكذا بعض الناس إذا كانوا من هذا الصنف فلا تنقطع عن زيارته، صليه، ليس الواصل بالمكافئ. والرسول صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل قال صل من قطعك واعطي من حرمك واعفو عن من ظلمك. فإذا كانوا لا يمانعون من الزيارة ولا يرفضونها فلا تنقطع عنهم. إذا كانوا يعني لا يرغبون في زيارتها وتحصل مشاكل بذلك ويؤذونها إن زارتهم، في هذه الحالة يعني إن استطعت أن تصلهم بصورة من غير ما يسبب لها أذى وتصبر عليهم هذا مطلوب. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء أحد الناس قال إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عنهم ويجهلون علي وأحسن إليهم ويسيئون إلي، قال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال من الله معك ظهير عليهم ما دمت على ذلك. لا، خافت الضرر، خافت تؤذى، ما استطاعت أن تتحمل الإساءة وغيرها، في هذه الحالة ليس عليها شيء ولا تعتبر قاطعة إن امتنعت عن الذهاب إليه. عندنا يعني سؤال ثانية ومشاركة ثانية، تسابيح تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤالين. اتفضلي. نعم. السؤال الأول قراءة القرآن الحائط من الكتاب المدرسي. نعم. السؤال الثاني شخص يبيع بلح لإنسان يحصل خمس وهو لا يعلم إنه يحصل خمس. تمام، جزاكم الله. شكرا لك يا تسابيح. هديل من الجزيرة يعني بتسأل برضه عن موضوع الطلاق. نعم، قالت هي طلقت وكانت حامل. نعم، سؤال مركب من سؤالين. الأول طلاق الحامل. طلاق المرأة الحامل واقع باتفاق العلماء، ليس فيه خلاف عند العلماء أن الطلاق في حال الحمل طلاق سنة وهو واقع. في عند العوام مفهوم أن طلاق الحامل لا يقع. ما أدري من أين أتوا بهذا المفهوم، لا يوجد عند العلماء وليس هناك عالم قال بهذا الكلام. العلماء متفقون أن الطلاق في حال الحمل يقع، هذه مسألة. المسألة الثانية الطلاق بالثلاث في مجلس. نعم، واحد. واحد، هذه مسألة خلافية بين العلماء وفيها خلاف كبير جدا، ولذلك من حصلت له نحيله إلى المجمع الفقهي. نعم، أو المحكمة الشرعية. أو المحكمة الشرعية، يمشي المحكمة الشرعية أو المجمع الفقهي وما يفتوهم به من رأي فقهي يأخذ به. يمكن حكاية أنه طلاق الحامل لا يقع لأنه لما يتكلموا العلماء والدعاء عن الحامل طلاق يقع، ويتكلموا عن العدة إن هي عدتها بالوضوع يعني. نعم، تنتهي بالوضوع. نعم، فيمكن الخلل في الفهم جاء من هنا يا شيخنا. وأغرب من كذا أنه بعضنا عندهم أنه الحامل لو طلقت يقول إذا وضعت ولد رجعت، وإذا وضعت بنت لا ترجع، يعني إذا جاءت مولود ذكر تعتبر طوال مرجوعة لزوجها وإن لم يرغب هو نفسه. وسبحان الله إذا وضعت انتهت العدة أصلا، حتى لو هو يريد أن يرجعها لا ترجع. لكن هكذا يعني يظن بعضهم أن إذا جاءت مولود ذكر تعتبر مرجوعة لزوجها، إذا جاءت بوسها. تسابيح من يعني الجزيرة عندها سؤالين. نعم. السؤال الأول عن قراءة القرآن للحائض من غير مصحف. ما في مانع أن تقرأ الحائض القرآن من الكتاب المدرسي. نعم، ما في مانع أن تقرأ من كتاب تفسير القرآن الكريم فيه معاني الكلمات والتفسير في داخله آيات قرآنية. ما في مانع أن تقرأ من كتاب، أي كتاب فيه آيات قرآنية معينة. نعم، يعني لكن ليس كل مصحف خالص. نعم، ما الجوال ما في حرج، من الموبايل ما في حرج، دي كلها بدائل للمرأة الحائض. تمام، ما في مانع تقرأ، الممنوع هو المصحف الخالص ولو كان ورقة واحدة.
أما هذه المصاحف التي فيها مع الآيات كلام آخر من كلام البشر ما في مال. بتزعل عن زول بيبيع البلح لناس بيستخدموه في الخمرة وهو قد لا يعلم هذا الأمر يعني. نعم الله تعالى ما كلفنا أن ننقب عن الناس و ماذا يريدون يفعلوا ما يشترونه، هل يريد من اشترى الخمر أن يحول إلى خمر، هل يريد أن يفعلها يعمل كذا؟ لا، الأصل في البيع والشراء أني غير مؤاخذ وغير محاسب بأغراض الآخر إلا إذا كان عندي علم بذلك. إذا كنت أعلم أن هذا الشخص يصنع الخمر وجاء يريد أن يشتري تمرا فلا يجوز أن أبيع له، فلما قالوا لا يجوز بيع التمر لمن يحوله إلى خمر، ولا يجوز بيع السلاح في زمن الحرب الفتنة أو لمن يريد أن يستخدمه يعني في قتل شخص. أما شخص لا أدري ماذا يصنع به ما في مانع، جاءني شخص يريد أن يشتري موبايل أو تلفزيون، هو يريد أن يشغله في ماذا؟ ما شغله أنا ما أدري ما شغله، أبيع له بعد ذلك وما أخذ. لكن إن علمنا أن هذا الشخص يريد أن يحول هذه السلعة مباشرة إلى حرام في هذه الحالة لا نبيع له. نعم شيخنا قبل قليل ذكرت أنه الآن معظم أسئلتنا عن الطلاق وحتى يعني الصحف والمراكز الدراسات والبحوث بتتكلم عن كثرة الطلاق الآن في السودان. نعم فلو تحدثت لنا قليلا عن هذا العقد، يعني الناس بيتزوجوا والناس فرحانين وفي المسجد والعقد هو عقد غليظ كما ذكرت. نعم. ثم بعد ذلك يأتي الطلاق لأسباب قد تكون ما يعني أسباب حقيقية أو ممكن الناس كانوا يصبروا عليها. نعم الواقع الآن واقع حقيقي محزن، يعني يعني في تقارير المحاكم وعند الفتاوى التي ترد إلى العلماء وإلى لجنة الفتوى وإلى المجمع الفقهي، يعني شيء مخيف من كثرة حالات الطلاق، وهو نتيجة للخلل بالقيام بالحقوق الزوجية، نتيجة لمفاهيم خاطئة تتعلق بالعلاقة الزوجية، نتيجة لعدم استحضار قيمة هذا العقد. يعني هذا الزواج تم بعد مجهد جهيد في جمع المال وتكوينه والتفتيش والتنقيب، ثم جهد بذل نفسي وبدني من الأسرتين لتجهيز مراسم الزواج وفرح به الأهل ووزعت الكروت، هذا كله يترتب عليه حرص على استمرار هذا البيت وألا يعني ينهار إلا عندما تنقلق الأبواب. وبالتالي يعني الناس حين يستحضروا هذه القيمة لهذا العقد، وحينما يستحضروا التكاليف التي بوزلت، وحين يستحضروا القيمة والحكم من شرعية الزواج ينبغي أن يتحملوا. وحينما يقوم الزوج بحقوقه كاملة وتقوم الزوجة بحقوقها كاملة ومع ذلك يكون هناك سعى للتحمل وسعى للحلم وسعى للإعراض وسعى للتعامل بخلق التغافل عن الصغائر وعن بعض الهفوات والزلات، الحياة تسير ويحصل الوئام. أما هذه الطلاقات الكثيرة يعني من أسبابها العجلة في الطلاق، من أسبابها تقصير الحقوق الزوجية، ومن أسبابها الجري وراء بعض العادات والتقاليد، التأثر ببعض الظواهر، الاستجابة لبعض المحرضين الذين بعد قليل سيكونون شامتين. لكن الزوج قبل أن يطلق، المرأة قبل أن تطلب الطلاق لابد التفكير العواقب. نعم. أن الطلاق إحنا نأخذ مودة ونرجع لموضوع كثرة طيب. حالات الطلاق مرة ثانية. تفضل يا مودة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا معك مودة النور من المروابة، بسأل أنا معايا غربائش في البيت. نعم. هم عندهم شغالين يعني ناس شغالين. بعد مرات يعني ما بكون مستعدة إني أجهز الحاجات، عندي أطفال، بزعل إنه هو يعني علي ذنب إنه إذا ما جهزت الوجبة في وقتها، وهم ناس شغالين يعني. بعدين البيت ما شرعي، حماماتي ما براها. احنا يعني سمعنا جزء من كلام مودة وكنا جايين نسمع هزيلتها كلها. واصل في موضوع كثرة حالات الطلاق دي والوصية للزوجين. نعم الوصية انه قبل الطلاق لا بد من التفكير دائما في العجلة الندامة في التأني السلام. الزوج قبل ان يطلق، المرأة قبل ان تطلب الطلاق لا بد ان يفكروا في العواقب، أن الطلاق يؤدي إلى انهيار حياة زوجية وانهيار أسرة وتشتت أطفال يعني بين الزوجين، أن الطلاق يؤدي إلى انتهاء أحلام كان يحلم بها الزوج، حياة سعيدة مع هذه البنت وهي كانت تحلم بحياة سعيدة هذه تتبدد بكلمة واحدة، أن الطلاق يؤدي إلى
يعني ضياع مجهود بذل. ذكرنا أن الزوج مكث سنين يجمع نعم. في المال الخاص بهذا الزمان مع غلاء نعم. الأسعار، وأن أهله لمدة شهر كامل أبوه وأمه وإخوانه استنفار، يعني الصيوان والتكاليف والذبائح، وهي أيضا أهله استنفار الصيوان والعزم، كل هذا المجهود يضيع في بكلمة واحدة، ويبدأ الزوج من جديد من الصفر ليجمع للزواج، وتبدأ هي من جديد لتفتش لزوج آخر ده إذا لم يكتب لهم اللقاء يعني من جديد. نعم. أيضا يتفكروا في العواقب الأخرى، أنه هذا الزواج الطلاق يترتب عليه أحيانا مشاكل بين الأسرتين وتقاطع بين الأرحام وغيرها. ولذلك من تأملوا في حياة كثير من البيوت يجدون هذه البيوت ليست كلها قائمة على الحب والمودة، ليس كلها خالي من الخلاف، الحيطان يساتر كثير من المشاكل، لكن بالصبر والتحمل الحياة تمشي. الحياة تمشي. نعم. إحنا نمشي عبر نأخذ خالد ونكمل هذا الحديث. نعم. الطيب تفضل يا خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحب بك. السلام عليكم. خالد خالد من عبر يا شيخنا. تفضل. نعم. يا أخي الحقيقة إحنا حصلت لنا إحنا فقدنا خالد من عبر، وقبله فقدنا مودة النور من أم روابة. كان سؤالها وجزء من سؤال عندها بعض العمال معها في البيت، فكأنما يعني تسأل عن خدمتهم وتجهيز الوجبة لهم، هل إذا تأخرت أو كان في تأخير في الوجبة العمال شغالين وهم يعني شغالين وعندهم كانوا عندهم حقهم يعني وقروشهم، فكيف تتعامل معهم؟ الله نقول للأخت في هذه الحالة اتقوا الله ما استطعتم، هكذا أمر الله، نقول لها اتقوا الله وصبروا، نقول لها وقال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا. هي عندها واجب محتاجة تقوم به تجهيز الوجبة، وإذا تأخرت لربما تحصل مشاكل بينها وبين يعني زوجها، فننصحها بأن تجتهد في القيام بهذا الأمر في مواعيده. طيب ما بالضرورة تكون الوجبة بنفس التفاصيل، يعني إذا كان الزمن ضيق حتى لا تقع في مشكلة مع زوجها، بدل الصحنين 3-5 صحون في الصينية، ممكن كثرة من لحم رقيقة. نعم. يعني وجبة مختصرة كويس إذا كان ظروفها ضاغطة لا تسمح يعني وجود من الموجود حاجة. يعني وجود الموجود، وفي نفس الوقت نعم. أيضا زوجها يكون في الصورة وتفهمه الوضع بحيث ما تحصل مشاكل، لأنه نعم. أحيانا تكون مشغول بالأطفال، وبالتالي يدبروا أمرهم بصورة نعم. إحنا يعني لا تقوم نعم. في الحرج. نعم. نأخذ عرفة كآخر يعني مشارك معنا في هذه الأمسية، تفضلي عرفة. نعم. مرحب، تفضلي يا عرفة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام، نسمعك. أزال يا شيخنا كثرت الطلاق. نعم كثرت الطلاق ده. أها. يعني هسه يعني واحد تكثر الطلاق ده كله عن استعادة الناس عن السنة وعن القرآن، الله السلام يعني لين عن ذلك. أنا ما فهمت سؤالها، لكنها كانت تعلق سؤالي في نفس الموضوع. كانت تعلق على كثرة الطلاق. نعم. هل نستطيع أن نقول زي ناس بقية المناطق مثلا في تجارب في ماليزيا وبعض الدول الإسلامية بيخضعوا المقدمين على الزواج لبعض الدورات، يعني الزوج والزوجة عن أساسيات في المعاملات وبعض الفقهيات الخاصة بفقه الزواج وبفقه المعاملة الزوج لزوجته، هل نعم. إحنا ما عندنا حاجات زي دي في مناهجنا يا شيخنا؟ سموه رخصة القيادة الزوجية. نعم. هذه من الأشياء المفيدة، يعني من المهم أن الزوج والزوجة قبل الزواج الواحد يعرف الحقوق الزوجية وإحكام الحياة الزوجية. من دخل دورة تدريبية لا شك أنها ستكون مفيدة، من طالع كتب في الحقوق الزوجية والحياة الزوجية والتجارب لا شك أنه ستكون مفيدة، من سأل بعض الكبار السن ومن سبقوه لا شك أنه يعني سيستفيد. يعني الآن لو لاحظنا في كبار السن نجد حالة الطلاق قليلة، لأن عندهم الحكمة وسعة صدر أمهاتنا وأبهاتنا، ناس الكبار نسبة الطلاق قليلة لأنه في حكمة في تحمل في احترام، يعني لدرجة أنه كان النساء الواحدة لا تصافح زوجها بعض النساء الكبار، مش لأنه حرام، لا من باب الاحترام نعم وما بتذكر اسمه مجرد يعني صحيح. نعم. كويس. وأيضا الزوج نادر تجد مشكلة بينه وبين الزوجة، فعندهم الحكمة وسعة الصدر، فالتجارب إنسان يتعلم منها، القراءة إنسان يتعلم منها، دخول دورات تدريبية إنسان يتعلم منها، وأيضا الأخلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم نبه إذا جاءكم ردون دينه وخلقه، دائما صاحب الخلق
بتكون عنده تحمل، عنده حلم، عنده رفق، ليس كالغضوب الذي يستعجل في أموره. ولذلك نوصي الزوجين بحسن الخلق، بحسن الخلق، بحسن الخلق. من تحلى بالأخلاق وسع صدره يعني دائما تكون عاقبته خير. ولذلك الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فأعاد السؤال أكثر من مرة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له لا تغضب، يعيد نفس الجواب. قال فتأملت حين قال ما قال فوجدت أن الغضب يجمع الشر كله. لخص السبب في هذه العبارة المجيزة لا تغضب. ولخصت يا شيخنا يعني هذا الحديث الطيب بأنه على الأزواج والزوجات والإخوة والأخوات لا يغضبوا ولا يتسرعوا. نعم. كتر خيرك، بارك الله فيك دكتور، الله أحسن الله عليك وشكر الله لك ولجميع الإخوة المشاهدين والمستمعين. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا عندي سؤال. الرسول صلى الله عليه وسلم، السؤال الأول لما أنا أدخل أصلي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.